وش نفضح؟ صباح الخير، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ كل عام وانتم بألف خير. هلا اليوم طبعا اليوم عيد، اصبحنا هيك وقلنا نسي قوي. يلا اليوم رح خليكم تقضوا معي اول يوم العيد. هذا منظره شوفوا، هول اسمعي مدلوقة بيعرفة هي قهوة. هالمرة حبيت اشرب بالكاسة. هذا هو منظرة. استنى شوي. لك اهلا وسهلا وعيد السلامة. هلا 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 هلا. تفضلي انا، تفضلي. اهلا وسهلا وعيد السلامة. لك نورتي امي. ايدك ايدك ايدك. اوف نورتي روحي. هلا 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 هلا. هنامي؟ يلا. هاي تجهيزات لضيوفي. هدر قلت لحال والخضرة لحال. هاي اول شي رح نبلش بهدول. هاي هيك استوى البيوات. لا 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 اجوا اهل عندي تفرجوا، عم نقلي البيوات وعم بسخن هون مرقه. والله جوزي عم صب عصير. سلم لي ايدك يا روحي عيني. مين بقول انه ما بصير عنا عيد غير ليجوا اهلي؟ يلا انا عندي ما بصير عيد ليجوا اهلي. ايوه سلم ايديك. هلا بتقلي سلفتي وانا وسلايفي وقت بيجون عندي كمان بصير عيد. لا حدا يزعل، كلهم والله كلهم وقت بيجون عندي. يعني طبعا العيد بضيوفهم. ورجيكم حماتي ايش عم بتعمل. هي حماتي وانا بطبل ابيوات. هيدا ابيوات. نعبي لضيافة. تعال شو اشنا نبدا، اشنا نبدا نساوي. هورجيكم كيف رح نطبق لضيافة. اول شي حطينا هيك البسكوت. خلينا نشوف شلون رح تطلع معي. نبدا. هلا بعد ما نبدا هون رح حطنا هدول. هلا الطبقة الثانية. هلا هيك صار. رح نحط هلا هون الشوكولا. هون حط التطبيق الثاني. هي اطيب بوظه عند هالمسويات مبرد قلبنا والله العظيم. شو بنار، الله يرحمنا احسن شي يا رب. وهيك لهون راح بكون خلص الفيديو معكم. ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعمكن إلي وخلي لي قلبكن كلياتكن وبحبكن خيرات. الله سلام. يا علوش ويحيى وين رايحين؟ بيتي البيت. اي والله وين رايحين؟ الى المقدمة علي. يلا السلام عليكم يا قاعدين. بهارات ولا دول حلوات؟ وين رايح اليوم؟ عند عمامي؟ يلا ده يلا جاهز يحيى الى المقدمة. يحيى بدي احكي. يلا
تعالوا هذا ده خفف. مين خففته؟ احلى وريني خففتك يا حياه. مين خففته احلى؟ انا. لا انا طري قالوا خففت جوزي احلى شيء. حط خففتك يا حياه. يحيى نو نو عم ايه مان هاي الباص عنا فاضي غريبة. واول ما فتنا طبعا احلى استقبال بالقهوة من بنت من تحمية بنتنا ياها، يسلم ايديها يا رب، ولقيناها مجهزة لنا فطور والله يعطيها ألف عافية. عن جد كتير انبسطنا، ونحن متعلمين انه كل عيد نروح نعيط عليها وخليلي قلبي انا والله ما في مثلها. وفطرنا عندها واكلنا حلويات، وبعدها رجعنا على البيت. والله هيك نازلين رايحين على البيت، حبيت اصوركم مقاطع مقاطع من العيد لاني ما رحت ولا محل. ولهون بكون خلص الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا دعمكم. يلا سلام.